أنا كنت دايماً بعاني من مشكلة البطن، فزرت مراكز نوفوميد وهنيك تعرفت على دكتور إبراهيم ملكي. مريضتنا بهالحالة عندها ترهل جلدي، والترهل الجلدي بالبطن معناتها لازم يكون عندنا شد وما فينا نعمل شفط، يعني منشيل الجلد الزايد، منشد العضل من تحت الصدر لتحت منطقة السرة، وزيادة كمان هلأ عم نعمل شفط، نعمل شفط للخواصر وللجوانب تيصير في تناسق بالجسم أكتر. فاليوم أنا كتير خايفة بس بنفس الوقت كتير متحمسة، فاينلي حقدر ألبس التياب اللي أنا بحبها ومرتاحة فيها ويكون بطني فلات. اليوم بعد شهرين من العملية أنا وصلت للنتيجة اللي أنا بدي إياها، كتير مبسوطة بالنتائج، صارت بطني فلات. شكراً كتير دكتور ملكي وشكراً نوفوميد.